تعريف الشقيقة لا يوجد تعريف ثابت للشقيقة نستطيع أن نستند عليه كتعريف علمي أو لتحديد تعريف معين للشقيقة، لكن ما هو معروف أن الشقيقة هي أحد أنواع الصداع. الصداع هو مصطلح طبي يطلق على ألم الرأس، وهو الترجمة الحرفية أو مرادفة لألم الرأس باللغة الإنجليزية، لكن وضع تعريف للشقيقة أو تحديد مصطلح الطبي للشقيقة كتعريف لنوع الشقيقة حتى يتم تمييزه عن الأنواع الأخرى من الصداع، الصداع التوتري، الصداع الناتج عن نزيف أو خلافه. لكن يجب التنبه بأنه الشقيقة لا يجب ربطها دائما بأنه تعريفها هو صداع نصفي، لكن تمثيلها أو أثناء وجود الهجمة نعم قد تتمثل بشكل نصفي، لكن ليست دائما أنه الصداع النصفي هو الشقيقة، أو يجب الحذر أنه في هذا المصطلح تحديدا. فنفضل أنه تعريف الشقيقة أفضل من تعريفنا بقوله بالصداع النصفي. أعراض الشقيقة، أكبر عرض من أعراض الشقيقة هو الصداع، لكن ما يميز هذا النوع من الصداع أنه صداع نابض، صداع شديد، صداع معطل. نابض نقصد أنه يكون شرايين الدماغ أو يشعر بالنبض مع نبضة القلب، يشعر بأنه نوبة الصداع أو شدة الصداع تكون على شكل نبضات مع نبضات القلب، لذلك هو يكون صداع نابض. وهذا ما يميز الشقيقة، أنه في الشقيقة الجهاز الأكثر تعرضاً أو الارتباطاً هو الجهاز الدموي، سواء في كيميائية أيضاً الدماغ، في ميكانيزم أو ميكانيكية تكوين الشقيقة بحد ذاتها هي نتيجة هذه الميكانيكية النابضة التي تغير في فسيولوجية الشرايين. أنه صداع شديد بمعنى أنه يحتاج المريض أنه يتدخل بأدوية، أنه بحاجة إلى أدوية، لا يستطيع أن يتحمل هذا الصداع، فتكون شدته من متوسط إلى شديد. معطل بمعنى أنه يعطل ذهابه للعمل، لا يستطيع الجلوس، لا يستطيع مثلا أن يأكل، لا يتكلم، يفضل العزلة، يفضل النوم. هذه هي الأعراض الشائعة والتي تميز تقريبا الشقيقة. بحسب نوع الشقيقة قد يكون فترة دوام نوبة الشقيقة تختلف. ففي النوع الشائع والذي لا يكون متمثل بوجود أو يكون عفوا متمثل بوجود محفزات أو نواذر توحي بأنه شقيق ستاتي، هذا النوع عادة يكون أطول من النوع الكلاسيكي الآخر اللي قد يدوم فترة أقل. لكن النوبة بشكل عام تتراوح بين 4 ساعات إلى 72 ساعة إذا لم يتم التدخل بالعلاج الإجهاضي أو العلاج القاتل للهجمة. من الأشياء العرضية أيضا التي تصاحب الشقيقة بحسب نوعها هو ما يتمثل في العلامات النذيرية التي تنذر بأن الشقيقة ستأتي، وهذه عادة تكون قبل الشقيقة مباشرة أو أثناء بداية الشقيقة. هذه الأعراض تكون كأعراض حسية، ممكن أن يشعر الإنسان بتنميل في الجسد، خدران بالوجه، أو يشعر بوجود إحساس فرط زائد كظهور دبابيس مثلا في أو الشعور بالدبابيس. هناك أعراض بصرية، قد يفقد الإنسان النظر أو يوجد كفلاشات
في المجال البصري أو بقع عمياء. من الأعراض التي قد تكون أيضا مصاحبة للشقيقة هو الضعف، الجانب الجسد قد يكون الجانب الأيمن الأيسر، وقد يدوم فترة ممكن تتراوح إلى عدة ساعات، وهذا بعد نوبة الشقيقة. من الأشياء المهمة أيضا في فهم أو وقاية المريض من الشقيقة هو التزامه بالأدوية التي نصحه فيها الطبيب للوقاية من تكرر نوبات الشقيقة، كأدوية المضادات للتشنجات أو التدخلات عن طريق البوتوكس أو تدخلات المجهضة للشقيقة. لكن من الأشياء المهمة أيضا هو تجنب بعض أنواع الأكل كالأجبان كالشوكولاتة كالموز، في ارتباط بين هذه الأنواع وإثارة الشقيقة. من الأشياء المهمة أيضا في أعراض الشقيقة خصوصا عند النساء ما يتجاوزن 40 سنة، إذا كانت الشقيقة عند المرأة تتمثل دائما بنوبات بصرية أو وجود نذير بصري كظهور فلاشات أو بقع عمياء، يجب على المرأة أن تراجع طبيب الأعصاب، لأنه يوجد هناك أيضا ارتباط بين هذا النوع من الشقيقة بالسكتات الدماغية. فالأفضل أن تراجع الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة والأشعات اللازمة قبل قرار الطبيب مثلا بالحماية من بعقار الأسبرين أو ما شابه. أسباب الشقيقة غير معروفة علميا أو مثبتة كسبب مباشر، لكن كيميائية الدماغ عفوا وبعض التغيرات الفسيولوجية في شرايين الدماغ كتوسع في الشرايين الداخلية وتضيق في الشرايين الخارجية تلعب دور في إثارة الشقيقة، لكن كسبب مباشر غير معروف حتى هذه اللحظة. لكن من الأسباب التي قد نقول أنها مثيرة للشقيقة الحالة النفسية، الضوضاء، الإزعاج، الستريس أو الجهد البدني، الجهد الذهني، كل هذه تعمل كمثيرة لنوبة الشقيقة. بعض أنواع الأكل، الشوكولاتة، الموز، الأملاح الموجودة في الأجبان، هذه تعمل أيضا جانب مهم في إثارة الشقيقة. اضطرابات النوم أيضا من الأشياء اللي قد تعمل على إثارة الشقيقة. هناك سبب لا نستطيع أن نثبت أنه سبب وراثي، لكن غالبا أن هناك تاريخ مرضي في العائلة قد يكون مسبب وراثي خلف كتفسير لمرضى الشقيقة عند ناس عن آخرين. غالبا ما يكون الجانب الوراثي هذا متمثل في النساء كالأخوات كالخالات. الجانب الأم دائما ما يأتي المريض نسأل عن الأم، نسأل عن جانب الأم، الخالات في هذا الجانب يوجد تاريخ مرضي أو تاريخ عائلي مهم. المهم في الشقيقة عدما أو بدلا من البحث عن الأسباب، قد يكون هناك أسباب أخرى لأنواع أخرى من الصداع، وقد لا يكون التشخيص الشقيقة. لذلك على أي مريض قبل تشخيصه بالشقيقة يجب التوجه لطبيب العيون، قد يكون المسبب انحراف أو أحد مشاكل العين الإبصار عفوا. يجب الذهاب إلى طبيب الأسنان للتأكد من أنه ما في مشاكل في الجذور العصبية أو تسوس قد يكون هو المسبب للصداع المستمر. الشيء الآخر الذهاب إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة. ارتباط كبير أنه دائما يأتي المريض بنوع قد يكون مشابه تماما في شكله في وصفه، لكن في النهاية قد يكون ناتج عن جيوب أنفية أو انحراف أو ما إلى ذلك. لذلك قبل التشخيص في الشقيقة يجب استثناء أي مسبب آخر
قد يكون أولي مسبب للصداع بشكل عام قبل الجزم بأنه هذا النوع من الشقيقة أو لا. ينقسم علاج الشقيقة إلى نوعين من التداخلات. النوع الأول أو التداخل الأول هو التداخل الإجهاضي وأثناء الهجمة، وهو تداخل قاتل الهجمة، ويتم ذلك عادة عن طريق الأدوية المسكنة القوية. الأدوية الشقيقة المجهضة أثناء الهجمة عادة ما تكون إما بالمسكنات البسيطة أو بمسكنات خاصة بهذا النوع من الشقيقة، وقد يكون مثلا إما عن طريق بخاخ عن طريق الأنف أو إبرة تحت الجلد أو عن طريق دواء عبر الفم. النوع الثاني وهو المهم وهو التدخل التحفظي للشقيقة، وهو ما يجهل كثير من مرضى الشقيقة، ولذلك تتكرر عليهم نوبات الشقيقة ويأتي دائما للطوارئ أو الإسعاف بحثا عن دواء إجهاضي للشقيقة. التدخلات التحفظية عادة ما تكون من أدوية المضادات الصرع، وهناك دراسات مثبتة لهذا النوع من التدخلات. ما يبشر في هذا النوع من المرض، هناك تدخل جديد تم إثباته عن طريق الأمريكان FDA وسيدخل إن شاء الله إلى السوق قريبا، وهو عبارة عن حقنة تعطى تحت الجلد مرة واحدة شهريا. من التدخلات المهمة أيضا وتعتبر تحفظية هو العقار البوتوكس، وهو من الأدوية الناجعة والمثبتة والتي أثبتت نجاحات عالية جدا، وهو من الأدوية المثبتة بالأمريكان FDA، وتعطى هذه الحقنة تحت بروتوكول معين في أماكن معينة في الرأس تحت الجلد، وتعطى على ثلاث دورات، كل دورة تستغرق ثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك يتوقف المريض لمدة سنتين ويعاد بعد ذلك الحقن حال احتياجها. ما يهم حقيقة في العلاج هو تشخيص الشقيقة، والأهم من ذلك هو متى يجب أن أراجع الطبيب. تذكر أنه الشقيقة دائما لا تكون في الجانب الأيمن فقط أو الجانب الأيسر، إذا كان هناك ضعف في أحد أطراف الجسد يجب مراجعة الطبيب، إذا كان هناك ألم شديد فوق العادة يجب مراجعة الطبيب، إذا كان هناك فقدان في الوعي يجب مراجعة الطبيب، إذا كان الصداع لأول مرة في حياتك يجب أن تراجع الطبيب، إذا صاحب الصداع حمى أو تيبس في الرقبة يجب مراجعة الطبيب، وإذا كان أيضا الصداع لأول مرة يحدث أو إذا كان في مكان ملازم ثابت دائما إما في الجانب الأيمن دائما يجب أيضا مراجعة الطبيب. من الأخطاء الشائعة كما ذكرنا أن الشقيقة تعتبر في جانب واحد أو يسمى صداع نصفي، صحيح أنه أثناء الهجمة يكون في جانب واحد، لكن لا تتمثل الشقيقة دائما أنها تكون في أحد الجانبين.